بعد استمرار سريان قرار الحكومة الأردنية بإغلاق دور العبادة أمام المؤمنين، لم يعد أمام المصلين إلا الصلاة من منازلهم، ولأن السلطة الكنسية الراعية للإيمان والضامنة لاستمرار ممارسة الشعب لتقويات شعائرهم الدينية، فقد أخذت نخبة من رجال الدين الأتقياء في كنائسنا على عاتقهم الاحتفال بالصلوات منفردين ومن خلال البث المباشر على فضائية نورسات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي فتحت باب التقارب الإلكتروني أمام الجميع كل في مكانه. ومن هذا المنطلق أقيم في كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في جبل الويبدي بعمان قداس شكر ترأسه الأب نبيل حداد، رفع فيه الدعاء لله تعالى وبمناسبة عيد استقلال المملكة 74 أن يحفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، حيث يشكل هذا العيد بحسب الأب حداد محطة مضيئة من محطات الوطن الغالي على أهله ومحبيه. وأضاف: نقدم قداس الشكر هذا اليوم من أجل وطننا وسلامه وسلامة أبنائه، من أجل جلالة مليكنا المحبوب عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده المعظمين، ونقول لهم ونقول لكل أحبتنا من المنتسبين إلى الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية، ونقول لكل التعبين في من جيشنا الأبيض في هذه الفترة، نقول لهم ولكل الشرفاء والخيرين من بني وطني، نقول لهم كل عام وأنتم وهذا الوطن بخير، وسنبقى نصلي من كنائسنا ونرفع الأدعية من أجل السلام والسلامة للجميع، وأن نبقى شهودا للمعلم الإلهي، شهودا للحب، شهودا للمودة، شهودا لبناء السلام. فالسلام لا يصنعه إلا الشجعان، والحب لا ينثره إلا القديسون. المسيح قام، حقا قام، وكل عام وأنتم بخير. كما ترأس قدس الأب عماد طوال القداس الإلهي الذي أقيم عن بعد في كنيسة قلب مريم الطاهر لاتين ألف حيص بمناسبة الأحد السابع للزمن الفصحي. وفي كنيسة مار شربل المارونية بعمان أقيمت صلاة المسبحة الوردية وزياح العذراء تلاهما قداس الأحد السابع من زمن القيامة، حيث دعا المشاركون في هذه القداديس الله العلي القدير أن يزيل هذا الوباء من العالم وأن يحفظ الأردن من كل شر.